المشهد ده بقى يترسم، مش يتحكي خالص. الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي كان قاعد قعدة صفا كده عند الملحن عبد العظيم عبد الحق، وده كان هنا في القاهرة، وبيتعشوا سوا وفرحانين بنجاحهم سوا بعد ما عملوا أغنية تحت الشجر يا وهيبة اللي حققت نجاح معقول بصوت المطرب محمد رشدي، وعمالين يفكروا هيعملوا إيه بعد كده. خاصة الأبنودي محتاج للشغل لأن الخمسة جنيه أجره عن الأغنية خلصت في ساعتها. عبد العظيم قال له ما تشيلش أي هم، نشرب الشاي بس ونعدل مزاجنا بعد كده نفكر. وفجأة دخلت عليهم البنت اللي بتساعد عبد العظيم في تنظيف البيت، بنت سمرة كده لابسة جلابية ريفية كده ألوانها زاهية كده ومزهزها وشعرها أسود طويل عاملات فرطين، دخل عليهم بصنية الشاي. عبد الرحمن الأبنودي شافها اتشد لجمالها الرباني البسيط وسألها انتي اسمك ايه؟ ردت عليه وهي مكسوفة كده شوية قالت له عدوي يا أستاذ. استغرب قوي الأبنودي من الاسم اللي كان أول مرة يسمعه في حياته، بس فضل الاسم وصورة البنت والمشهد ده ما بيفرقوش خياله، وبعد كام يوم لقى نفسه بيكتب صياد ورحت اصطاد صادوني، طرحوا شباكهم رموش العين صابوني، اسقيني يا شابة وناوليني حبة مية، اسم النبي حرسك ايه ردي علي عدوية، يا عدوية اسمك عدوية يا صبية ورموشك شط، وانا طول عمري غريب في المية بتشال واتحط، اوعوا تحلوا المراكب والله يا ناس مراكب، ولا حاطت رجلي في المية الا ومعايا عدوية. وراح ودى الأبنودي الكلمات لعبد العظيم عبد الحق عشان يلحنها، وعجبته قوي الكلمات وقال له اديني اسبوع بس وهتسمع اغنية الموسم. بس بعد أسبوع رجع عبد العظيم للأبنودي وقال له خد أغنيتك اهي. الأبنودي قال له إيه اللي حصل؟ وكانت عجباك؟ قال له يا أخي كل ما أجي ألحن الكلمات ألاقي عدوية واقفة تغسل المواعين أو تنشر الهدوم، مش قادر أصدق خالص إن دي اللي أنت كاتب لها الأغنية دي. الأغنية مش راكبة عليها الصراحة، لو ما كنتش عرفها كنت لحنت الأغنية دي، إنما أنت قتلتلي خيالي خلاص. وفي يوم اتقابل الأبنودي صدفة بالملحن الكبير بليغ حمدي اللي سأله ما عندكش كلمات حلوة كده؟ عايز أعمل حاجة شعبي. الأبنودي قال له عندي أغنية مع قربة بس اسمها عدوي. بليغ سمعها اتهوس ولحنها على طول، ونزلت أغنية عدوية بصوت المطرب محمد رشدي وزلزلت الدنيا. نجاحها كان هستيري لدرجة أن ألبوم عدوية باع أكتر من 500,000 نسخة، وهو رقم ما حققوش رشدي قبلها أو حتى بعدها، واسم رشدي بقى رقم واحد في الأفراح والحفلات بسبب أغنية عدوية اللي كانت جوكر ونقلته لنجوم الصف الأول. وتفائل التلاتة محمد رشدي وبليغ حمدي وعبد الرحمن الأبنودي بنجاحهم، وبدأوا يشتغلوا سوا تاني. وفي يوم كانوا في الاستوديو دخل على الأبنودي اتنين رجالة لابسين بدل سودة ومكشرين كده، وقربوا منه وسألوه بكل حزم انت عبد الرحمن الأبنودي؟ قال لهم خير. قالوا له عايزينك في كلمتين لو سمحت، وعرف الأبنودي إنه مقبوض عليه. خرج معهم برا الاستوديو لقى عربية واقفة مستنياه، ركبوا فيها كلهم، وهو طول الطريق عمال يقول أنا عملت إيه بس، أنا عملت إيه، يمكن واخدني بالغلط، طب أكلم محامي دلوقتي ولا لما أوصل. وفضلت العربية ماشية لحد ما وصلوا عمارة وقالوا له انزل، ودخلوا معاه شقة. وفجأة ظهر عبد الحليم حافظ اللي بصله كده بكل براءة وقال له ازيك يا عبد الرحمن، وقام ياخده بالحضن. عبد الرحمن الأبنودي اتخض وقال له هو انت خطفني يا حليم؟ بقى دي حركة تعملها فيا؟ وقلع جزمته وطلع جاري ورا الشابين يجري وراهم يضربهم كلهم وهم ميتين من الضحك على المقلب اللي عملوه فيه. حليم كان غيور جدا من صعود اي حد، وعنده خوف طول الوقت من فكرة ان حد يسحب منه نور النجومية، وعشان كده لما سمع أغنية عدوية كان عايز الشاعر اللي كتب الأغنية دي يكتب له أغاني من غير ما محمد رشدي يحس بأي حاجة ولا يحس إنه بيخطفه منه. وكانت هي الخطفة اللي من بعديها كتب الأبنودي لحليم أغاني عظيمة كتير زي كل مجهول التوبة والهوى هوايا وأحضان الحبايب وعدى النهار وأحلف في سماها وبترابها وغيرها كتير كتير.
عشان كده هيفضل العمل حليم ده أحلى مشهد خطف حصل في التاريخ، وكان من نصيب عبد الرحمن الأبنودي.